السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الثور، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد القراءة إن شاء الله هنشوف رسالتك من الرسائل إيه بتقول لك إن شاء الله. وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ودعائك اليوم، دعائك اليوم: اللهم لا ترفع عنا غطاءك وغطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، آمين يا رب العالمين. ونبدأ أخواتنا في الله بالصورة الخاصة إن شاء الله، أو الصورة اللي هتطلع ليك، صورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. هذا القراءة هتطابق ليك في الوقت اللي هتفتح فيه الفيديو، يعني فتحته اليوم، فتحته غدا، فتحته بعد شهر، القراءة هتطابق ليك في اليوم اللي هتفتح فيه الفيديو. شايف هنا في حواليكم اخواتي في الله ناس مش اخطر من السم، يعني اخطر من التعابين، يعني فيهم هم نقول هم تعابين. هذا الناس، في ناس حواليك حقد تلاقيهم، غل تلاقيهم، نكارين جميل تلاقيهم، حاقدين تلاقيهم، ناس مش كويسين، ناس كذابين. في ناس حواليكم هنا يعني أراها في حياتكم مش كويسين، كل الوشوش اللي في حياتكم عدت عليكم، مفيش وش في حياتكم معدش عليكم، بس الفترة دي أنا شايف هتكون عليكم أمور هتحطوا فيها النقط على الحروف، يعني هنا هتطلع بخطوة من قدام بشكل كبير جدا. أنا شايف هنا في نفس الوقت بسم الله عليكم ديون، تعبتم، شايف في تفكير زايد، شايف هنا تعبتم في حاجة بتحاولوا تستقروا، يعني عليكم يعني في حاجات كثيرة عندكم في حياتكم، يعني هنا شايف في نفس الوقت هنا انتوا تنزلتوا شوية عن حاجات ضايع منكم، أو حاجة ضايع منكم تنزلتوا عن حدا معين، في حدا تنزلتوا عنها الفترة. شايف الفترة دي حاولوا ان تسترجعوا حقكم بنفسكم، وتحطوا الهدف بتاعكم وتشتغلوا عليه، وما تسمعوش كلام اي حد. دايما اقول لكم اخواتي في الله تخلوا بالكم، دايما تخلوا بالكم ايما انه في اشخاص حطاكم في دماغكم. يعني شايف هنا وحدة خطاك في دماغك يا برد الصور، شايف وحدة بتغير منكم، حطاكم في دماغك، حاقدة عليكم. أنا شايف الفترة دي ممكن يكون عندكم ديون هتحاولوا تسدوها، أو هنا شايف عندكم أمور هتحاولوا تتخلصوا منها. أنا شايف هنا في بسم الله الكاشف الأيام اللي داية بإذن الله، شايف هنا ربنا هيعوضك، هيعوضك عن الحرمان اللي شفته في حياتكم، يعني هنا من ناس مقربين. بس هنا بلاش التسرع يا برد الصور، بلاش التسرع. وهذا القراءة تخص رجل الصور وانثى الصور، قراءة عامة اخواتي في الله. يعني هنا انت عقلك في تفكير زيادة عن اللزوم، عمال تفكر، شايف تعب ارهاق زيادة عندكم، يا ريت تهدوا شوية وتهدوا أعصابكم، مفيش حاجة تستاهل اللي انتوا عمالين تعملوا فيه ده، يعني مفيش حاجة تستاهل. شايف أنا كمان الفترة اللي جاية هيكون في خطوة لقدام، هتكونوا مندفعين أكتر. ليه؟ علشان هيكون الحق حقكم، وهتعرفوا ازاي تاخدوا حقكم. شايف هنا حاولوا بقدر المستطاع ان انتوا تبعدوا عن أي طاقات سلبية، يعني وتشوفوا يعني قد ايه عوض ربنا ليكم، يعني شايف في بشرات ليكم بالخير والتفاؤل. يعني هنا في دايما المشكلة بتاعتكم ايه؟ ان انتم اصحاب، في اصحاب هي طيبة قلبكم مع هذا الاصحاب، يعني طيبة قلبكم طيبين، ما بتحبوش الخبز، ما بتحبوش الكذب. خلي بالكم هنا من اتنين ستات موجودين في حياتكم،
الصراحة هم دول هي يعني الصراحة يعني إن أنتم ناس صرحاء صرحيين، ما بتعرفوش تكذبوا، ما تعرفوش تكونوا موافقين، ما تعرفوش تزوغوا في الكلام، بتتكلموا دغري، بتتكلموا الصح، الوحش بتقولوا له أنت وحش والصح تقولوا له الصح، ما تعرفوش تزينوا الكلام. شايف عندكم واقعين في مشاكل، شايف هنا في ناس كثيرة بتقول عليكم ان انتم ما تعرفوش تتعاملوا، ما تعرفوش فن التعامل، على العكس انتم دغري وكمان صراحيين جدا، ما بتحبوش الكذب. شايف هنا في كم يوم حسيتم انهم اتقال على قلبكم، بس في نفس الوقت الكام يوم دول هيكون هم اكتشاف هنا الأقنعة اللي موجودة في حياتكم، أو يعني هنا الأشخاص اللي بيدعوا المحبة عندكم وبيدعوا إن هم كويسين وإن هم ملائكة، فأنتم هنا هيكون عندكم خروج من طاقة توتر أو من حيرة. في نفس الوقت هنا هتدخلوا في مراحل جديدة، هتبعدوا الذبذبة عنكم دماغكم يعني، وهتبعدوا هذا الاشي. شايف هنا النفسية متأثرة بحاجات كثيرة جدا، بقدر المستطاع أشايف إن أنتم بتحاولوا تبعدوا عن أي أضواء مؤذية، أو أي بتحاولوا عن تبعدوا عن حاجات في حياتكم بتخرجوها من حياتكم بسبب الضغوط النفسية اللي مسببها لكم. شايف هنا كمان هنا هيكون عندكم احتفال أو مناسبة، شايف في احتفال أو مناسبة إن شاء الله تكون زواج أو خطوبة. شايف هنا بسم الله الكاشف، فضلا وليس أمرا أخواتنا في الله، أحبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك أحبابي، ربي يسعدكم، وكنتم لم تشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله الكاشف، شايف هنا طاقتكم بتروح وتيجي، الطاقة بتاعتكم مش مستقرة، بتروح وتيجي، يعني هنا طاقتكم مش ثابتة، أو يعني هنا حاسين ان هي الطاقة بتاعتكم بتروح وتيجي، مش فاهمين ايه اللي بيحصل عندكم. فانتم الفترة دي لازم تكونوا اصحاب رأي، لازم يعني تكون اصحاب خطوة جديدة او هنا خطوة مختلفة في حياتكم، يعني هنا اللي فيكم مكفيكم، مش ناقصين ضغوطات نفسية ولا ناقصين اي ضغط عليكم يعني من اي حد حواليكم. ناس كثيرة هنا اخواتي في الله بتحاول بقدر المستطاع تضغط عليكم، بس انتم عشان اصحاب يعني هنا اصحاب قوة او اصحاب يعني عزيمة، ف بتعرفوا تتعاملوا مع الناس دي او تعرفوا تتعاملوا مع هذا الاشخاص. بس اللي جاي ان شاء الله تكون فترتكم انتم، انا شايف هنا ممكن ابشركم بنقلة من مكان لمكان، او هترحلوا من مكان لمكان، في هيكون راحة ليكم ان شاء الله، يعني في نقوله هي عتبة جديدة او هي نقلة من مكان لمكان او عتبة جديدة هيكون فيها راحة ليكم ان شاء الله. انا شايف هنا في يعني مبلغ يكون انتهي، المبلغ يكون ممكن تكون انت محتاجه، هذا مبلغ يعني كويس دايلك ممكن تكون محتاجه ان شاء الله. انا شايف هنا في ورق مهم راح تخلصه، يعني ورق مهم الايام اللي داي يخص الرزق، بلاش تتكلم فيه او بلاش تتكلم عنه قدام حد الفترة القادمة. انا شايف في اوراق راح تخلصها، انا شايف هنا في اسرار هتظهر ومفاجآت تخص الشريك، تخص الشريك، ربنا يبعد عنك شر كبير. ماشي، انا شايف هنا في انفراجات، في انفراجات بفضل الله تعالى، شايف لقاء مهم يخص المال او دراسة، لكن انت مش مرتاح، ما تقلقش ما تقلقش، سيبها على ربنا وان شاء الله كل شيء هيعدي بفضل الله تعالى. انا شايف شخص هنا، هو الشخص ده بيفكر فيك ومتردد يوصل لك، عايز يوصل لك بس متردد. انا شايف برضو هنا في لقاء بحبيب او لقاء بزواج او لقاء مع شخص هتتلاقوا ان شاء الله، في لقاء ما بينكم.
في مكالمة قبل اللقاء هتكون هي فرحة ليك، بس احذر من الرجوع للماضي أخواتي في الله، بتحذر من الرجوع للماضي. أنا شايف هنا في منافقين حواليك بيتمنوا خراب بيتك، واحتفظ لأسرارك وعين الله تحرسك. شايف في هدية ديالك إن شاء الله، أو حدا أنت بتشتري هدية لحد، أو بتشتري حدا ليك، أو بتشتري أو حد بيشتري لك هدية. أنا شايف في حد جايبها أنت فرحان بيه. في شخص جديد مشاعره اتجاهك غريبة، شايفين البعض سواد، في البعض سواد. وللمنفصلين فرحة من شخص كويس، ما تكسرش هذا الفرحة وخذها أو توكل على الله. أو هنا شايف برضو للمنفصلين أو المبتعدين، هنا في زواج مرة ثانية. أنت بتنتظر مولود إن شاء الله، ربنا يبشرك بمولود قريب بإذن الله تعالى. ورد الصور، صلي على الحبيب المصطفى، وأكثر من قراءة سورة الملك إن شاء الله تفتح لك الأبواب المغلقة، ونشوف رسالتك شو بتقول لك أخواتي في الله. بس فضلا وليس أمرا ادعم الفيديو باللايك أحبابي في الله. رسالتك بتقول لك فرد الله كربك ويسر لك أمرك ورزقك ما تتمنى. آمين يا رب العالمين. فرد الله كربك ويسر لك أمرك ورزقك ما تتمنى. آمين يا رب العالمين. فضل وليس أمرا أخواتنا في الله. إن كنتم لم تشتركوا في القناة فاشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو المس العاشق أو التابعة أو القرين أو تعطيل في الزواج، كل شيء هسيبه لكم في صندوق الوصف، ادخلوا طبقوه إن شاء الله راح تكشفوا. وكل شيء بتعزوه هتلاقوه داخل القناة، من جميع العلاجات والأمراض الروحية والأبراج والاستخارات بالقرآن الكريم. والسلام عليكم.